مسيري اللي هي مسيري مسيرة صلاة لأطفال سورية ولأهل سورية. طلعت الفكرة عندي قبل حوالي 3 جمعة أو 4 جمعة، لأنه هيك بالفيسبوك يعني وصلتني صور وقريت مقالات عن الأطفال، وبعرف إنه صار لها حرب سنين، بس أنا فجأة زي فقت على حالي، بما إنه يعني إحنا كمان جايين على عيد الميلاد، فحسيت إنه الإشي مش منطقي بالمرة، إنه يعني الناس كلها بتعيد وبالذات إحنا جيران والقد قراب لأهل سوريا، وأشوف أولاد بجيل بنتي يعني بتدبحوا وبتقتلوا وبتشردوا وبتيتموا، وأهالي بتبكي على أولادها وبتدفنهن، وقلت الإشي مش طبيعي ومش منطقي يعني إنه إحنا نكمل حياتنا وكأنه إحنا ناكرين أي إشي موجود وأي أحوال عم بتصير، يعني إشي كتير أناني يعني إنه نكمل حياتنا بطريقة إنه كل شي بصدر وشو ما يكون يكون، وإحنا بحياتنا وخلينا بحالنا وخلينا نعيد وخلينا نشوي وخلينا نرقص وخلينا نفرح. لما أهالي بتبكي على أولادها وبتدفن أولادها وأولاد بتبكي على إبياتها وتشوف صور يعني بتقطع القلب وبتكسر القلب، وفيش حتى يعني كلمات عندي أعبر عن قديش قلبي مكسور وحزين، ف يعني قلت مجبورة أعمل إشي وكأنه تكون صرخة، بس صرخة هادي يعني أنا مش تبعت مظاهرات وحروبات وهيك شغلات، لكن كنت بدي أعمل زي مسيري اللي هي سلمية اللي هدفها بشكل خاص يعني إنه تكون مسيرة صلاة، مسيرة صلاة هادي لهدول الأطفال لهاي الأوضاع، وتكون بنفس الوقت صحوة للمجتمع، يعني إنه زي صرخة من قلبنا إنه نقول لأهل سوريا ونقول لأهل البلاد إنه إحنا سامعين إحنا شايفين وإحنا متضمنين وإحنا بنحضنكم وإحنا بنحبكم وإحنا بنصلي لكم، بالذات بفترة العيد وبالذات بليلة العيد، لأنه كثير ناس سألت طب ليش عملية المسيرة بليلة العيد وليه على الساعة 6؟ أنا قلت إذا إحنا بدناش نعطي وقت من أثمن الأوقات اللي عنا ساعتها شو يعني شو استفدنا؟ ناس بيقولوا لي مسيرتك على الفاضي ومش رح تعمل إشي، وإحنا تبرعنا 500 شيكل هون و1000 شيكل غاد. سادر أنا بقدر ورا الدفاي امسك المخشب واكبس كباس ويترم 500 شيكل و1000 شيكل، ما عنديش مشكله وعندي الامكانيات، بس اني اعطي من وقتي واعطي من مقدوري واجي وقدام الكل بدون خجل اقول انه انا واقفه مع اطفال سوريا وانا بتالم معهن وانا بصرخ لاجلهن وبصلي لاجلهن، هذا بالنسبه لي كان طريقة حتى لإلي يعني إنه أنا أقدر أتعامل مع الحزن اللي في داخلي، وبتأمل إنه الناس تتجاوب والناس تصحى والناس تعمل والدول تقوم والحكومات تحكي إشي، لأنه هذا إشي مش طبيعي اللي عم بيصير، مش طبيعي ومش إنساني ومش منطقي، مش أي إشي بقدر أقوله وأفكر فيه، فبصلي إنه هاي المسيرة تكون سبب صحوة، سبب بركة، سبب نور وسبب سلام يعني لبلادنا وللبلاد اللي حوالينا.